Call of Duty تعتبر من أشهر ألعاب الفيرست بيرسون شوتر. السلسلة لها إنجازات كبيرة في عالم الفيديو جيمز وساهمت بشكل كبير بتطوير هذا المجال. في هذا الفيديو راح استعرض لكم تاريخ السلسلة وهم الإنجازات وكذلك المشاكل اللي واجهت السلسلة بالفترة الأخيرة. لا تنسون الاشتراك بالقناة وضغط زر اللايك إذا عجبك المقطع، والأهم مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم. خلونا نبدأ مع بعض. السلسلة بدأت في شهر 11 من سنة 2003. استوديو صغير تم إنشاءه باسم Infinity Ward، واللي كانوا أشخاص اشتغلوا على سلسلة Medal of Honor. الاستوديو طور أول جزء من السلسلة وانشرته شركة Activision، ولليوم بعد 15 سنة تملك حقوق النشر واللعبة كذلك. اللعبة نزلت حصريا على الكمبيوتر. بعد النجاح اللي حققه الجزء الأول، استوديو Infinity Ward يرجع مرة ثانية ويطور لنا الجزء الثاني، واللي كان مشابه للجزء الأول من ناحية الحقبة واللي هي الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا الجزء يعتبر بداية غزو اللعبة للمنصات المنزلية ونزلت على الـ Xbox 360 والبي سي في شهر أكتوبر لسنة 2005. الجزء الثالث كمل على نفس المسيرة ونفس الحرب العالمية الثانية، ولكن كانت أحداثها بعد الدي داي، وكان أول إصدار لاستديو التطوير ترايارك والمعروف بتطوير سلسلة بلاك أوبس واللي راح أتكلم عنها بعد شوي. جدير بالذكر أن هذا الجزء كذلك كان في اختلافات، بكون أنه أول جزء ما ينزل على الكمبيوتر واكتفى بأن يصدر على جميع المنصات المنزلية من بلايستيشن 2، بلايستيشن 3، الوي، الأكس بوكس أوريجينال والأكس بوكس 360. Call of Duty Modern Warfare الجزء الرابع من السلسلة ويمثل نقلة كبيرة بعالم الشوتر والسلسلة نفسها. اللعبة عادت إلى استوديو Infinity Ward وكذلك رجعت للكمبيوتر، وكان أول جزء ما تدور أحداثه في الحرب العالمية الثانية، وصدر في شهر 11 من سنة 2007 على PlayStation 3، Xbox 360، Nintendo DS، وفي شهر 5 من 2009 أعلنت الشركة أنها باعت 13 مليون نسخة من الجزء هذا. Call of Duty World at War يعتبر الجزء الخامس من السلسلة والثاني من استديو ترايارك، ورجع إلى أحداث الحرب العالمية الثانية ولكن عن الحرب اللي صارت في المحيط الهادي. والجزء هذا صدر على جهاز البلايستيشن 3، البي سي، والوي، والأكس بوكس 360، وحققت اللعبة مبيعات تصل إلى 11 مليون نسخة، واعتبر هذا الجزء تمهيد لقصص بلاك أوب. Call of Duty Modern Warfare 2 الجزء السادس من تطوير استوديو Infinity Ward صدر في شهر 11 لسنة 2009 على الـ Xbox 360، PlayStation 3 والبي سي، ويعتبر تكملة لقصة الجزء الرابع من السلسلة Modern Warfare وأحداثه بعد مرور 5 سنوات بوجود كابتن برايس مرة ثانية. Vladimir Makarov. The Kremlin, however, sees it differently.
check, but no longer. A lie is a lie. Call of Duty Black Ops 1 الجزء السابع من تطوير ترايارك، واصدرت اللعبة في شهر 11 من 2010، وأول جزء في السلسلة يكون أحداثها في الحرب الباردة وكذلك في فيتنام، وصدر على البلاي ستيشن 3، اكس بوكس 360 والبي سي. وكان الشيء المميز في هذا الجزء هو طور الزومبي. Call of Duty Modern Warfare 3 الجزء الثامن وثالث جزء من قصة Modern Warfare. هذا الجزء كان فيه مشاكل كثيرة بين Activision والرئيس التنفيذي لاستديو المطور Infinity Ward، واللي بسببه تم طرد كثير من الموظفين وصعب عملية تطوير اللعبة، واضطر استديو Infinity Ward انه يدخل استديو ثاني علشان يساعده في عملية التطوير، وهذا الاستديو اللي هو كان Sledgehammer، وصدر هذا الجزء في شهر 11 من سنة 2011 على PlayStation 3، Xbox 360 والبي سي. كانت احداث عن الحرب العالمية الثالثة بين حلف الناتو وروسيا. Call of Duty Black Ops 2 الجزء التاسع يعود بتطوير ترايارك، وصدر في شهر 11 من 2012. كان يحتوي على اكثر من قصة واكثر من نهاية. هذا الجزء في أول صدور له حقق مبيعات تصل إلى 500 مليون دولار في اليوم الأول، واعتبر كسر أرقام الأجزاء اللي حققتها قبلها. ففي فترة الأجزاء الأربعة اللي طافت كان بكل سنة يحقق رقم جديد، ولكن في هذا الجزء كسر رقم Call of Duty Modern Warfare 3 اللي هو 400 مليون بحصد 500 مليون في اليوم الأول. Call of Duty Ghost الجزء العاشر من السلسلة من تطوير Infinity Ward، صدر في شهر 11 من 2013. كانت قصته الدور أحداثها في سنة 2017 بعد الهجوم النووي على الشرق الأوسط. الجزء هذا لم يلاقي استحسان من جمهور اللعبة، وخصوصا لوجود المشاكل الكثيرة في الأونلاين. Call of Duty Advanced Warfare الجزء 11 وأول جزء من تطوير استديو Sledgehammer، صدر في شهر 11 من 2014 على PlayStation 4، Xbox One، PC، PlayStation 3، Xbox 360. هذا الجزء كان مميز فيه وجود شخصيات مثل تروي بيكر وكيفين سبيسي. قصة اللعبة تدور أحداثها في المستقبل في سنة 2054. هذا الجزء دخل عنصر جديد في اللعبة واللي هو Exosuit، واللي أضاف إمكانيات للعبة مثل الداش والقفزات الهوائية وغيرها. Call of Duty Black Ops 3 الجزء 12 من تطوير ترايارك، صدر في شهر 11 من 2015، وأحداث القصة بعد 40 سنة من الجزء الثاني اللي هو Black Ops 2. هذا الجزء أضاف إمكانية لعب القصة بشكل تعاوني أنت وثلاثة من أصدقائك. صدرت اللعبة على PlayStation 4، PlayStation 3، Xbox 360، Xbox One، PC، وخذت تقييمات جيدة جدا. Call of Duty Infinite Warfare يعتبر هذا الجزء 13 بالسلسلة، وصدر على PlayStation 4، Xbox One والPC.
وهذا الجزء صاحب المركز الرابع في اليوتيوب من حيث عدد الديسلايكس، والجمهور كان غاضب من توجه الاستديو إلى الحقبة المستقبلية. القصة كانت تحتوي على الممثل كيت هارينغتون اللي هو بطل مسلسل جيم ثرون، لكن القصة كانت سيئة والأونلاين غير جيد. الجدير بالذكر أن في هذا الجزء انفينيت وورد ردوا مرة ثانية وسووا ريماستر لكول اوف ديوتي مودرن وورفير عشان يصدر مع اللعبة. Today's attack was not limited to Geneva. SETDEF launched a concurrent strike on the Moon Gateway port. Tigris and Retribution are the only operable ships we have. Lieutenant Reyes, you are now the acting captain of Retribution. Salt, you with me? Always. Ground assault. Captain's place is on the bridge. Not this, Captain. Not today. Let's get these bastards. This place isn't yours anymore. Kill them. Save the bullet. Call of Duty World War 2 مرة ثانية رجعت السلسلة إلى الأصل واللي هي الحرب العالمية الثانية بقيادة الاستديو سلج هامر، وصدرت اللعبة في شهر 11 من 2017. اللعبة لاقت استحسان من الجمهور بشكل كبير، وردت الجمهور حق اللعبة مرة ثانية، ولكن القصة كانت ركيكة والأونلاين بعد فترة نقدر نقول أنه مات تقريبا. ولكن هذا الجزء حقق مبيعات جدا ضخمة، وكانت اكتيفيجن تقول ان الجزء هذا جدا ناجح بالنسبة لها. Nothing prepared us for this. Wer sind die Juden? Such the tags. Such them. They're after Jews. Call of Duty Black Ops 4. ردت تريارك لتطور جزء جديد من سلسلة Black Ops، ولكن في هذا الجزء استغنوا بشكل كامل عن القصة وشالوها نهائيا، ولكن أضافوا مود جديد اللي هو البلاك أوت، واللي يعتبر الباتل رويال للعبة كول أوف ديوتي. كذلك أضافوا 3 قصص لطور الزومبي، واللعبة صدرت في شهر 10 من 2018 ولاقت استحسان لاعبين كول أوف ديوتي. كان هذا فيديو اليوم، كان معكم عبدالله من قناة ريد بوكس جيمينج. كتبوا لي تحت بالكومنت شنو تبون الحلقة الجاية نتكلم فيها، وعن أي سلسلة بالضبط نحاول نتكلم. لا تنسون الاشتراك بالقناة، وإذا عجبك المقطع اضغط زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم. أشوفكم في فيديو ثاني، مع السلامة.